لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وذكرنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكرنا كلام الإمام الأجري رحمه الله تعالى باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث التي هي تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل من هذه الثلاث. وذكرنا أيضا أن الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه المسألة فرق كثيرة، فالخوارج والمعتزلة قالوا عن الإيمان قول وعمل أيضا كما قال أهل السنة، لكن الفرق أنهم جعلوا العمل شرطا في أصل الإيمان، ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان تصديق بالقلب وعمل باللسان، وقالوا عن العمل أنه من لوازم الإيمان. والخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي فقط، فسواء كان العمل من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان فإنهم اتفقوا على أن كابر مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وبالتالي فالخلاف لفظي. والمرجئة الفرقة الضالة أخرجت العمل من الإيمان وقالوا العمل الإيمان هو تصديق القلب فقط، ومنهم من قال هو قول اللسان فقط، ومنهم من قال هو المعرفة فقط. وأخرجوا العمل من الإيمان وقالوا أنه لا ينفع مع أنه لا ينفع مع الإيمان عمل كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قالوا أنه في العمل عبارته ماذا؟ لا يضر، أي لا يضر مع الإيمان عمل كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني بمجرد التصديق القلبي أو نطق اللسان صار الإنسان كاملا في إيمانه حتى وإن لم يعمل،
حتى وإن ارتكب من المعاصي ما ارتكب، وقالوا أهله في أصله سواء، وأن إيمان الواحد بهذا الشكل كإيمان الملائكة كإيمان جبريل وميكائيل عياذا بالله تعالى. وهذه الفرقة من أخطر الفرق، لأن لازم هذا القول هو الإباحية عياذا بالله تعالى. ولذلك عنفهم أهل السنة وردوا عليهم ردودا قوية. والعمل من الإيمان، وذكرنا أن العمل إما عمل القلب أو عمل الجوارح، فعمل القلب أصله شرط في أصل الإيمان، أي مثقال الذرة التي تنجي صاحبها من الخلود في النار. وأما عمل الجوارح فبالنسبة للمباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه قد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تاركها تكاسلا، فمنهم من يكفر ويخرج من الملة، ومنهم من لا يكفر ويقول الكفر هنا كفر عمل لا كفر اعتقاد، والخلاف بينهم موجود وهو سائغ في هذه المسألة. هذا بالنسبة للمباني الأربعة. فمنهم من يجعل مثلا الصلاة شرط في أصل الإيمان، ومن تركها تكاسلا فهو كافر. ومنهم من يجعل الصلاة ويجعل أيضا الزكاة وغير ذلك يجعلها شرط في كمال الإيمان الواجب، وهم الجمهور من أهل العلم. وأما ما عدا المباني الأربعة من سائر الواجبات فلم يكفر بها أحد من أهل السنة رحمهم الله تعالى، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في المرة السابقة. نستكمل كلام الإمام الأجري رحمه الله تعالى في ذكر أن العمل من الإيمان. يقول رحمه الله تعالى في تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل. هو في أكثر من ذلك ويذكر هذه المواضع، فذكر منها آية سورة البقرة، وكذا آية سورة آل عمران، وكذلك آية سورة النساء، وآية سورة المائدة، وآية سورة الأنعام، وآية سورة الأعراف، وآية سورة براءة، إلى أن قال رحمه الله: اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون. لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده، والمقصود أي التصديق والإقرار فقط، أي بالقلب ونطق اللسان. حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم، يعني العمل. وقد علمتم أن الله عز وجل ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيهم؟ وهو قوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فكان الأمر قبل أن تفتح مكة، كان إذا خرجت سرية أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة وفتح الله عز وجل عليه مكانا أو قبيلة من القبائل، فكان الواجب
على أهل هذا المكان أن يتحولوا إلى المدينة، أن يتحولوا إلى المدينة أي يهاجروا، وأن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يفعل، قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ولا في الفيء نصيب، طالما أنهم لم يهاجروا إلى المدينة فليس لهم في الغنائم ولا في الفيء نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينهم ميثاق، يعني لا تخفروا ذمتك، إن استنصروكم في الدين. قوما آمنوا بمكة، بمكة من المستضعفين. فهذه الاستدلال من هذه الآيات واضح أنه لا بد من العمل في الإيمان، وأن الإيمان جزء، وأن العمل جزء من الإيمان، لا بد من العمل، وإلا لم يرتب الله عز وجل على الهجرة هذا الثواب العظيم، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد لمن ترك الهجرة وهو قادر عليها. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يجوز على هذا ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان: ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله تعالى. وقال عز وجل في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يبقى هذا هو الغرض من البعث، هذا هو الغرض من يوم القيامة، من اليوم الآخر، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فالله سبحانه وتعالى يجزيهم الجزاء الأوفى، يعطيهم ربنا سبحانه وتعالى جزاءهم كاملا موفرا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهنا ذكر أيضا الإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فاستحقوا ولاية الله، واستحقوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بماذا؟ بماذا؟ بالإيمان والعمل. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو أنه إذا عمل صالحا بشره رجل بعمله، أو ذكر له عمله الصالح فابتسم أو وجد في نفسه سعادة من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالله سبحانه وتعالى وعده حق، وعده صدق سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم، طوبى شجرة في الجنة، طوبى لهم وحسن مآب، حسن مرجع ومصير. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى في سورة سبحان سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أي القرآن ولم يجعل له عوجا، ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، قيما مستقيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ينذر الكفار والمنافقين والعصاة والذين لم يؤمنوا بهذا القرآن، ويبشر المؤمنين الذين صدقوا بربهم وصدقوا برسولهم وصدقوا بكتاب الله العظيم، والذين يعملون أيضا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أي باقين خالدين لا يزولون ولا يزالون بل باقون في هذه الجنة أبدا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن، يعني جنات إقامة، جنات عدن جنات إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب أي رجالا ونساء، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق أي من حرير، من سندس واستبرق، فالسندس ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ منه، متكئين فيها على الأرائك أي على الأسرة، نعم الثواب أي الجنة وحسنت مرتفقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل هو ما يعد للضيف، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا يعني لا يتحولون عنها، لا يملون منها. فالواحد في الدنيا مهما كان يعيش وفي أي مكان يعيش يمله، يمله إن شاء الله لو عايش فين يمله، عايز حتة تانية، عايز يقعد في مكان تاني، عايز يروح له حتة تانية يقعد فيها، يمله يبغي عنه حوله. أما الجنة أهل الجنة لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واد في جهنم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أي لا ينقصون من أجورهم شيئا. وقال تعالى في سورة مريم أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة، يجعل الله سبحانه وتعالى ودا أي محبة، يحبهم الله ويجعل الله سبحانه وتعالى محبتهم في قلوب الخلق، وكذا يوم القيامة يكون هذا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى أي في الجنة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تعالى في سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
إن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إذا أساور من ذهب للرجال والنساء وكذا يحلون باللؤلؤ سواء في أجسامهم أو في ملابسهم ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يجزيهم الله سبحانه وتعالى بأحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أي ننزلهم غرف الجنان تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. غرف، الغرف هي مكان عاليا بعكس الحجرة، فالحجرة ما كانت مبنية على الأرض، أما الغرفة التي مبنية في ارتفاع. غرفا أي مبنية في ارتفاع. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين عمل، الجنة بعمل. نعم أجر العاملين أي الجنة، نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون عمل. وقال تعالى في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة أي في الجنة، فهم في روضة يحبرون أي سعداء مسرورون. وقال تعالى في سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. هؤلاء يجعلون المؤمن الصالح كالفاسق يجعلونهما سواء. فالذي يصدق بقلبه مؤمن كامل الإيمان مهما عمل، مهما عمل عياذا بالله تعالى. فالله سبحانه وتعالى في عدله لا يجعل من يعمل كمن لا يعمل، ولا يجعل من كان صالحا كمن كان فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. يبقى سبب، الباء هنا سببية، بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة سبأ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. يبقى ما الذي يقرب الإنسان من ربه؟ هو الإيمان والعمل الصالح، ليس المال ولا الولد ولا النسب، إنما الإيمان والعمل الصالح إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أي في غرفات الجنان. وقال تعالى في سورة فاطر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي جماعات، جماعات إلى قوله العاملين. وقال تعالى في سورة حميم عين سين قاف أي الشورى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقال الله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة
يوم القيامة تنقلب عداوة إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بآياتنا صدقوا بها وكانوا مسلمين أي عملوا الصالحات، لأن الإيمان إذا جمع مع الإسلام فيكون المراد من الإيمان هو التصديق، ويكون المراد من الإسلام هو العمل. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي سعداء، إلى قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية، إلى قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك والفوز المبين. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ذو الإيمان، ثم استقاموا أي بالعمل، استقاموا على شرع الله وعلى منهجه، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى قوله والنار مثوى لهم. وقال في سورة التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار. وقال تعالى في سورة إذا السماء انشقت أي الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات إلى قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وقال تعالى في سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال تعالى في سورة التين والزيتون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الآيات إلى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يقسم الله عز وجل بالزمن إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر أي صبروا على ما صبروا على أمر الله، صبروا عن معصية الله، صبروا على أقدار الله المؤلمة. هذه آيات، وهناك آيات كثيرة جدا في هذا المعنى في القرآن، وهناك آيات قدم الله فيها العمل على الإيمان، وهذه قوية جدا في الدلالة. من ذلك مثلا قوله تعالى في سورة النساء ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى أيضا في سورة الأنبياء فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى في سورة الإسراء ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى الآخرة لها سعي، سعي الآخرة اللي هو العمل الصالح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال محمد بن الحسين: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ليصعد الكلم الطيب أي من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فالذكر يصعد إلى ربنا عز وجل، ويثني الله سبحانه وتعالى على الذاكرين، ويثني الله عز وجل على صاحبه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا العمل الصالح يرفعه الله عز وجل إليه، يصعد إلى ربنا سبحانه وتعالى ويعرض عليه، كما ورد في حديث الملائكة السياحين في الأرض. ومن أهل العلم كما ذكر هنا الإمام الآجري رحمه الله من قال أن الكلم الطيب لا يصعد بدون عمل صالح، يعني لو أن إنسانا لا يعمل عملا صالحا وذكر ربه فإن هذا الكلم الطيب لا يصعد إلى ربه عز وجل، لا يصعد إلا بالعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم. فلو لم يكن عاملا لله عز وجل بطاعته لم يرفع عمله. فأخبر تعالى بأن الكلم الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل الصالح، إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه، ولا كلام أطيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. ثم يذكر بسنده عن الحسن أنه قال: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله تعالى بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا ضعيف، والمقصود هنا أن المحبة ليست ادعاء، إنما لابد من العمل الذي يصدق هذه الدعوة. هذه الدعوة لابد من عمل، فالعمل هنا اتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. فجعل تعالى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه، ثم جعل على وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا، من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، رفع الله قوله بعمله. وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتاب الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبسنده أيضا عن أبي العالية رحمه الله في قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا، قال: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. يبقى تكلموا بكلمة الإيمان وحققوه بالعمل. وقال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، يعني تحقيقه بالعمل، فالعمل هو الحقيقة لما صدر من اللسان من نطق الشهادتين، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. هذا ضعيف. قال محمد بن الحسين: وكذلك ذكر الله تعالى المتقين في كتابه في غير موضع من ودخولهم الجنة، فقال: دخول الجنة بما كنتم تعملون. وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله في الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض
عدو إلا المتقين، إلى قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومثل قوله في قاف يعني سورة قاف والذاريات والطور، مثل قوله إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا الجزاء الذي أخذه أهل التقوى بماذا؟ 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 قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وكذلك الآيات في سورة الذاريات كما قرأناها في الصلاة، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. سبب إيه؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي في الدنيا محسنين، أي بالعمل. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى في سورة المرسلات، إن المتقين في ظلال وعيون. بسبب ماذا؟ كلوا واشربوا هنيئا بسبب ماذا؟ بما كنتم تعملون. قال محمد بن الحسين، كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يبقى الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كذا قال الحسن وغيره، ده ضعيف عن الحسن. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين، أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. ثم أذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. ده موضوع. وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. ده ضعيف. ده برضو المعنى اللي هو إن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول اللسان أي نطق الشهادتين، وقول القلب أي تصديقه وإقراره، التصديق المستلزم للإنقياد، وكذلك العمل، عمل القلب ما يزيد على التصديق من محبة القلب ومن خشيته وإنابته وتوكله وإخلاصه ونيته، وعمل اللسان من ما يزيد على نطق الشهادتين من ذكر الله وتلاوة القرآن والعبادات التي تؤدى باللسان، وعمل الجوارح أي العبادات التي تؤدى بالجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك. وعن الحسن قال، الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. ده حسن. يبقى لابد في العمل الصالح من شرط، وهو الاتباع. الاتباع. يبقى العمل لكي يصح فلا بد فيه من الإيمان والمتابعة. الإيمان والمتابعة. وعن يحيى ابن سليم قال، سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع ابن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل،
وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. ده حسن. والإمام البخاري رحمه الله ينقل عن 1000 شيخ من شيوخه، عن 1000 شيخ من شيوخه، يقول لقيت في الأمصار أكثر من 1000 رجل كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. ده صحيح، إيمان قول، فقول القلب أي تصديقه، ومنهم من يقول قول اللسان أي نطق الشهادتين فقط، ومنهم من يقول المعرفة، يعني من عرف أن الله عز وجل موجود فهذا عندهم مؤمن وكامل الإيمان، وهؤلاء هم الغلام من الجهمية. وعن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال يحيى ابن سليم: فقلت لهشام فما تقول أنت؟ قال الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى ابن سليم: وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. قال: وكان فضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن هذه الأقوال ثابتة عنهم من وجوه أخرى. وعن عبد الرزاق قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا صحيح. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد: وبلغني مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. ده صحيح. وعن إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقال الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل. ده صحيح. وعن المؤمل ابن إسماعيل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا ضعيف. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عز وجل به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل، هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد وعن الكفر إلى الإيمان، ومائلين بقلوبهم إلى ربهم عز وجل وحده، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إذن الدين الذي أراد الله عز وجل من عباده أن يتعبدوا له به هو قول وعمل، هو قول وعمل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أنه قول وعمل. الدين الذي تعبدنا الله عز وجل به ورضيه لنا دينا هو قول وعمل، قول وعمل. وذكرنا أن هذه الأدلة كلها رد بليغ على من أخرج العمل من الإيمان وهم المرجئة. باب كفر من ترك الصلاة. كما ذكرنا أن السلف رحمهم الله تعالى مختلفون في تارك المباني الأربعة،
فأولا الصلاة اختلفوا فيها على قولين، هذا في من تركها تكاسلا، أما من تركها جحودا فهذا كافر خارج من الملة، وأما من تركها تكاسلا فقد اختلفوا. منهم من قال إنه يخرج بذلك من الملة، وهذا وارد عن علي رضي الله عنه، وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهوي، وإحدى روايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، ولهم أدلتهم. والفريق الآخر وهم الجمهور ومالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، أنهم قالوا لا يكفر بتركها، وإنما الكفر هنا كفر عمل وليس كفر اعتقاد. ولهم أيضا أدلتهم، ولهم أيضا أدلتهم، والخلاف بينهم سائغ في هذه المسألة. من يكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ يعتمد هذا الأصل أن الإيمان قول وعمل، لكن لا يكتفي به، وإنما هناك أدلة معه، هذه الأدلة فيها أن فيها فيها دلالة على أن تارك الصلاة كافر، على أن تارك الصلاة كافر، فقال بكفره، قال بكفره أي من ترك الصلاة تكاسلا. ويعتمد هذا الأصل أيضا أن الإيمان قول وعمل. وهنا الإمام الأجري رحمه الله يذكر الأدلة في كفر تارك الصلاة، في كفر تارك الصلاة، نذكرها أيضا إن شاء الله كما ذكرها هنا. يقول يذكر بسندي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. يبقى ده الفارق، الفارق اللي بينك وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى لما لا إذا ترك الصلاة فقد دخل في الكفر، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة، ده صحيح. وعن جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، هذا صحيح. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، هذا أيضا صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الكفر ترك الصلاة، هذا حسن لغيره. وعن القاسم ابن مخيمرة في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا، ده صحيح. وعن المسور بن مخرمة أنه أخبر عن عمر رضي الله عنه حين طعن أنه دخل عليه هو ابن عباس رضي الله عنهما، فلما أصبح أفزعوه فقالوا الصلاة الصلاة، يعني عندما طعن سيدنا عمر رضي الله عنه صار في إغماء، فأرادوا أن يفيقوه، قال لا يفيقه إلا الصلاة، فنادوا الصلاة الصلاة فأفاق، فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فخرج والجرح يثعب دما، يعني يسيل،
وينزف دما بغزارة رضي الله عنه، وصلى على هذه الحال لأنه معذور، وده صحيح. وعن المسور أيضا قال: دخلت على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: الصلاة، ها الله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ده صحيح. وعن أحمد قال: إذا قال لا أصلي فهو كافر. ده صحيح، ده رواية عن أحمد رحمه الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال وكأنه يقول: ويم الله، ويم الله، ويم الله، الألف هنا ألف وصل، ويم الله، قسم، ويم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان، حج البيت إن استطاع له سبيلا، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. ده حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال نجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة أو قال نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ده حسن. وعن معقل بن معقل الخثعمي قال: أتى رجل عليا رضي الله عنه في الرحبة، رحبة الكوفة، قال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ قال: من لم يصلي فهو كافر. ده ضعيف. قال محمد بن الحسين رضي الله عنه: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة وقول رجل لم يتم صلاته لو مات على هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ده صحيح. الرجل الذي يسرق في صلاته، الذي لا يرفع صلبه إذا ما رفع من الركوع، فرآه ويصلي هكذا لا يأتي بركن الطمأنينة. وركن الطمأنينة في الصلاة أن يرجع كل موضع إلى موضعه، في سواء في الرفع من الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين، لا يأتي بركن الطمأنينة. فقال: لو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. لو مت وأنت على هذا، وأنت بتصلي كده، وأنت بتصلي على هذا الحال. ومثله عن بلال، وهذا أيضا صحيح، وغيره، ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. قد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الله الصلاة هنا إيمانا، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ده صحيح. يبقى إذن الإمام الأجور رحمه الله ممن يرى كفر تارك الصلاة، وأنه إن تركها لا إيمان له ولا إسلام كما قال. وكما ذكرنا
ده وهو هنا يذكر بعض أدلة من يكفر بعض أدلة من يكفر تارك الصلاة تكاسلا. في المرة السابقة إن شاء الله نذكر أدلة الفريق الآخر وهم الجمهور. هذا والله أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.